جفاف العين من اهم واكثر الامراض انتشارا في الوقت الحالي وفي عصرنا الحالي وكثير من الناس يعتبرونه مرض العصر مع التطور التكنولوجي ودخول التكنولوجيا في حياتنا اصبحت الان جزء غير متجزا من حياتنا استخدام للتليفونات، للسمارت فونز للايباد للكمبيوترات زادت كثير ومع الاستخدام هذا زاد عندنا نسبه الجفاف بالعين وتقريبا تضاعفت سبب ازدياد هاي المشكله انه احنا مع التركيز القريب الواحد بيكون مركز بنسى انه يرمش عمليه الرمش موجوده لترطيب العين. الواحد بيكون مركز بنسى انه يرمش، عينه بتكون معرضه لتيارات هوائيه محسوسه وغير محسوسه وهذا بزيد من نسبه الجفاف. نصيحه للجميع انه احنا مع التركيز على القريب ولفترات طويله نعود حالنا انه نضل نرمش. معدل الرمش الطبيعي هو 15 مره بالدقيقه، ما بنطلب منكم انه تعدوا وتحسبوا ولكن نضلنا مذكرين حالنا. رقم اثنين لما نيجي نركز على شيء قريب ما نكون امامنا هواء مباشر او معرضين لهواء مباشر عن طريق كونديشن او مروحه او حتى هواء طبيعي رقم ثلاث قانون صغير الكل هيك يخليه بباله قانون اسمه 20 20 20 او 20 20 20 ان احنا ما التركيز على القريب كل 20 دقيقة نطلع شيء بعيد عن 20 قدم لمدة 20 ثانية، منها بنريح من حنينا بخف الارهاق وبنرمش بتترطب العين.